المؤتمر الصعب يا اخي شغلت في غرام لا لسه يا كابتن قاعدين مستنيين دي واحده طب الزمالك مش هيجي ملناش دعوه دي واحده بس دي واحده ويرجع تاني عشان ما تخسرش احنا يعني انا بقدم استقالتي النهارده استقاله استقاله النهارده لان انا كنت من يومين بالظبط بعد ماتش الاتحاد انا قعدت مع مجلس اداره وقدمت استقالتي بس هم قالوا انك تقعد بعد الماتش اللي جاي لان فرق 3 ايام مش هينفع فانا برضو رضخت طبعا الناديه والكلام ده فرضخت بالامر وبعلن ان استقالتي طبعا من النهارده واتمنى للمحل التوفيق وانها تدعم في شهر واحد وبرضه في فرق قريبه مننا وان شاء الله ربنا يوفق النادي الغزل المحلي.